بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفريند وخلصنا الفريند، مفيش أي مشكلة وكله تمام، 10 على 10. هنخش حاليا على الشات، والشات بكل بساطة مش محتاج يعني إنك أنت تتكلم فيه كتير. ليه؟ لأن أنا عندي الشات بيكون ما بين إيه؟ ما بين اتنين. خلينا دلوقتي في الشات اللي بين شخصين، محدش يقول لي ده في شات جماعي. تمام، في شات جماعي وكل حاجة، لكن خلينا في الشات اللي بين شخصين. اهو الشات اللي بين شخصين كده، الشات ده بيكون بين ايه؟ بين شخص وشخص. اذا العلاقة ايه؟ 1 to 1، ان الشات الواحد بيكون بين شخص وشخص. هل عمرك شفت شات بيكون عندي كمان شخص اهو، يكون الاثنين بيشاتوا مع واحد؟ ده مستحيل. احنا بنتكلم دلوقتي في الشات اللي بين شخص وشخص. هو الشات لشخص لشخص، يعني 1 تو 1، كل شات لشخص واحد وكل شخص لشات واحد. في مشكلة؟ مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكلة. فانا هروح اعمل ايه؟ هقول له الشات ده هخلي فيه اي دي وليه نيم برضه وليه ايه وليه يوزر. تمام، وفي اليوزر ليه شات. بس ركز، تيجي هنا مشكلة تانية. المشكلة التانية جات لي، هل اليوزر ليه شات واحد؟ نرجع تاني كده، أنا كيوزر أهو، هل ليا شات واحد؟ شات واحد بس على الفيسبوك؟ هل لما تخش على الفيسبوك ليك شات واحد؟ لا، ده ليا أكتر من شات. شات واحد مع فريند مثلا أحمد، شات اتنين مع فريند مثلا أسامة، شات تلاتة مع فريند مثلا إسماعيل. يبقى ليه اكتر من ايه؟ من شات. اذا نروح هنا نقول له انت ليك لستة من الشات. حلو، ليك ايه؟ لستة من الشات، والشات الواحد ليه يوزر واحد. اذا كده ركز معايا، احنا كنا بنتكلم عن العلاقة 1 تو 1، بنتكلم ما بين يوزر ويوزر. اليوزر واليوزر 1 تو 1، ان في شات في النص. اذا 1 يوزر بيكلم 1 يوزر، لكن انا بتكلم ما بين اليوزر دلوقتي والشات. اذا اليوزر انا كاسلام لما بخش على فيسبوك بعمل شات مع احمد ومع محمد ومع ابراهيم ومع اسماعيل وهكذا. اذا ليه اكتر من شات. تمام، الشات الواحد بقى ليه يوزر واحد. اذا كده احنا بنينا الدنيا بتاعتنا. هروح اعمل كلاس الشات واقول له اكستند بيز انتيتي، واقول له ايه؟ اقول له برايفت سترينج نيم. تمام، طبعا الاي دي جبناه من البيز انتيتي، البيز انتيتي فيها الاي دي، عملنا اكستند، اذا ده خلاص بقى فيه الاي دي، زودت عليه النيم. الشات ليوزر واحد، هقول له برايفت يوزر يوزر، واروح فين؟ واروح عند اليوزر اقول له يا عم اليوزر انت ليك ايه؟ انت ليك لسته من الشات. برايفت ليست اوف الشات شاتس. تمام، وانزل تحت اقول له الت انسرت جيتر اند سيتر. اوكي، 10 على 10. تمام، والشات اهو هروح اعمل برضو ايه؟ الت انسرت جيتر اند سيتر، مفيش اي مشكله خالص. تمام كده احنا خلصنا الشات. ركز معايا، عاوزين نعمل كام ايه؟ كام تعديل. انت بص هنا، لو جينا هنا هنلاقي ان هنا في الفريند في اي دي ونيم، في الشات في اي دي ونيم، في الرول في اي دي ونيم. اذا الاي دي ونيم اتكررت، عاوزين نحط الاي دي والنيم في كلاس تاني ونعمل اكستند على طول، بدل ما انا عمال اكرر النيم. انا لاحظت هنا ان انا عمال اكرر النيم، كررته في الشات وفي الفريند
وبرضه في الرول صح؟ ايوه حلو قوي. فين النيم؟ النيم موجوده في الرول، بس النيم دي نيم، دي نيم من نوع رول، خلي بالك دي نيم من نوع رول، فما ينفعش، لازم يكون نفس النوع. اذا عندنا في الشات والفريند الاثنين سترينج، اذا انا ممكن هنا اقول له ايه، نيو جافا كلاس واسميه داتا، تمام؟ وداتا ديت اعمل لها اكستند من البيز انتيتي، ركز معايا، واحط هنا السترينج نيم برايفت سترينج نيم، واعمل لها كمان الجيتر والست. حلو الكلام، حلو الكلام. بقى الداتا ديت فيها ايه؟ نبص، الداتا دي عامله اكستند من البيز انتيتي، البيز انتيتي فيها الاي دي، اذا الداتا فيها الاي دي وفيها النيم، اذا اللي هيعمل اكستند من الداتا ديت هيكون في الاي دي والنيم. حلو، هروح في الشات اشيل ده. الشات ما... الشات دلوقتي بيحتوي على ايه؟ الشات دلوقتي بيحتوي على البيز انتيتي اللي هو الاي دي والنيم. خلاص انا جمعت ده وده في كلاس واحد اسمه الداتا، اذا ممكن اشيل ده واشيل ده واقول له اكستند من الداتا على طول. طبعا شيل الجيتر والسيرفر بتاعت الايه؟ النيم اللي احنا مسحناه. اذا كده الشات بيكستند من الداتا، الداتا دي فيها النيم والداتا دي فيها برضو ايه؟ الاي دي من البيز انتيتي. اذا الشات يحتوي على الاي دي والنيم واليوزر. كذلك هنروح في الايه؟ في الفريند. الفريند بيحتوي على الاي دي اللي موجود في البيز انتيتي والنيم اللي انا حاطه. هشيل النيم واعمل ديت اقول له ايه؟ داتا. الداتا دي فيها ايه؟ فيها النيم والاي دي اللي موجود في البيز انتيتي. اذا الشات والفريند بيكستندوا منه اكنهم بيحتوي على الاي دي والنيم اللي موجودين في الداتا. ده تعديل بسيط جدا عشان نطبق مفهوم الانهيرتنس. في مشكله؟ ما فيش اي مشكله لغايه دلوقتي. طبعا كل ده هرفعه لكم على جيت هاب، ولو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.